طلعت على تقرير نشرته أحد الصحف العربية عن قضايا الكسب غير المشروع من حوالي سنتين في أحد الدول العربية. لقيتهم 67 قضية كسب غير مشروع ما بين رشوة واختلاس واستيلاء على الأموال وإضرار بالمال العام. وما خفي كان أعظم، لكن مفيش حاجة خفية على علم الله. والحقيقة أن أنا بالي ما راحش بس لبعض المسؤولين اللي تحت إيده فلوس ممكن ياخد منها، بالي راح على نفسي، إن أنا عايز أخد بالي رزقي بيجي منين حتى لا أبعث مع آكلي الحرام. لأني افتكرت وقتها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رواه الإمام البخاري يوم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، مش فرق معاه حلال ولا حرام، المهم يجيله فلوس أو أي مقتنيات. الحياة اختيارات واختبارات، وفرص المال الحرام فرص جذابة. عشان كده دايما كان ربنا يحذر في القرآن: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وما فيش فلوس أو أي مقتنى في الدنيا إلا وليه صاحب، يا إما إنسان يا إما مال عام لا يؤخذ إلا بإذن، بل والأصل يحافظ على المال العام ده لأنه ملك الجميع. وكل جيوب البشر موصولة بخزائن الرحمن، فأخذك للمال بغير وجه حق من جيب حد، أنا كده كأني باخد المال ده بغير وجه حق من خزنة ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي خلى أكل الحرام من أكبر الكبائر، وهو أشهر ذنب بيظلم بسبب القلب وبتغلق بسببه أبواب الدعوات المستجابة. علشان كده كانت وصية رسول الله لسيدنا سعد بن أبي وقاص: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وده اللي خلى عالم كبير زي عبد الله بن المبارك يقول: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ثم مئة ألف ثم مئة ألف حتى عد 600,000. لا، أبعد درهم حرام أحب إلي من إنفاق مئات الألاف. كانوا فاهمين دين ربنا صح. لكن الفتنة الحقيقية إنك تشوف واحد بياخد فلوس مش حقه بغش أو كذب أو تجارة في حاجة محرمة وحياته ماشية تمام. والفتنة الأكبر إنك أنت اللي تجرب كده، إن حياتك تبقى تمام وفلوسك جاية من الحرام. ويجي النبي الحنين صلى الله عليه وسلم اللي خطابه في منتهى الرفق، لكن في وقت لازم يكون فيه خطاب حازم عشان يفكرنا لو ضعفنا قدام الحرام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ صبغة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا لكنه من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. كأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك العبرة مش بالدنيا اللي ماشية، العبرة بالآخرة. وهفكرك تاني بحديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنه بيحذر بلطف كل واحد الدنيا ماشية معاه لكن ماله من الحرام، كأنه بيقول لك الدنيا مش مهم، المهم الآخرة. خد بالك، المال الحرام عند المسلمين يساوي تعثر يوم القيامة، لأنهم حفظوا عن رسول الله الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد، يعني مش عارف يتحرك يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. علشان كده أولا أرجع الحقوق إذا استطعت، واطمن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وامتثل لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تبقى من حياتك في مراعاة أبسط الأموال أو المقتنيات. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار. فالصحابة سألوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، يعني يعود سواك. كأنه بيقول لك ربك غفور رحيم لكن خد بالك من الحقوق. كأنه بيقول لك لو ألم مش بتاعك، لو ورقة مش بتاعتك، لو لقمة ما تخشش جوفك، ما تستهنش ولا تستسهل بحقوق العباد. فاللهم ارزقنا يا ربنا من حلال
يا ذا الجلال والإكرام.